مشاهدينا الكرام وسعدت أوقاتكم بكل خير. التونسية الرئاسية 2019 تستضيف لكم اليوم السيد محمد عبو مرشح التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس. سيدي الكريم مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا سيدي، أهلا وسهلا. على تلبية دعوة الميادين. أهلا بك. السيد محمد عبو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وشهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية. هو محام لدى التعقيب، وهو أيضا عضو مؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، وعضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس منذ سنة 99 إلى الثورة، وعضو سابق بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان. شارك في حملة فتح نظام الاستبداد في تونس في عديد الدول. هو عضو مؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ثم أمينا عاما له سنة 13 و2000. انتخب عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي سنة 11 و2000. عين وزيرا لدى رئيس الحكومة حمادي جبالي آنذاك، مكلفا بالإصلاح الإداري سنة 11 و2000. وساهم في تأسيس حزب التيار الديمقراطي سنة 13 و2000. هل التقديم أتى على كل المراحل أم غفلنا على بعض الأمور؟ طبعا هو جزء معناها من المسار، طبعا فما اشياء اخرى، لكن على كل حال هذا تقديم معقول جدا. فقط للتوضيح، يعني التيار الديمقراطي تاسس في قانونيا في 30 مايو، ولكن بدا المشروع تقريبا في شهر مارس 2013. بالنسبه للامانه العامه للمؤتمر كنت من عام ابتداء من تاريخ 12 مايو 2012 عفوا. نعم. بدايه حدثنا عن قرار الترشح الى الانتخابات الرئاسيه، كيف اتخذ، باي رؤيه وباي اهداف؟ طبعا اتخذ بالنقاشات داخل الحزب الحقيقه من مده طويله، يعني قبل المؤتمر الحزب، مؤتمر الحزب انعقد في شهر 4 في شهر ابريل، لكن قبل ذلك كثير من قيادة الحزب اتصلت بي للدفع للتفكير في هذا الموضوع. طبعا كان يستوجب كثير من النقاشات او كثير من التفكير، كثير من الدراسه، خاصه اني ابتعدت فتره معينه عن تسيير، يعني وابتعدت اصلا حتى على الظهور الاعلامي معناها بالشكل المطلوب بالنسبه لمن يريد ان يترشح رئاسيه، وابتعدت عن تسيير حتى اكون في المراتب الخلفيه للحزب واسمح بظهور اسماء اخرى، لان الاسم ارتبط او الحزب ارتبط باسمي السنوات الاولى للتاسيس، واعتقد اني نجحت في ذلك، نجحت في حسن تسيير حزب. وعندما تركت الامانه العامه كان هناك الصديق غازي شواشي ومن معه اداروا الحزب بشكل المناسب وفقا للتصور الذي بدا به التيار الديمقراطي، وهو الشفافيه، التسيير الديمقراطي، الانضباط ايضا، لان هناك حاله فوضى في كثير من الاحزاب. وجميعا على كل حال نجحنا في خلق حزب يمكن ان نضرب به الامثال فيما يتعلق او مقارنه ببقيه الاحزاب. في بعض الاشكاليات طبعا ككل الاحزاب في تونس وككل الاحزاب في العالم اكيد، ولكن على كل حال مقارنه بهذه المره اقولها بكل الاحزاب دون استثناء، هو من اكثر المشاريع نجاحا في تنظيمه الداخلي، وهذا شيء طبعا يحسب لنا ويحسب لكل المؤسسين ولكل ابناء التيار الذين التحقوا لاحقا. طرحت اذا مساله الترشح للرئاسيه قبل المؤتمر، وقدمت طلبي لذلك في المؤتمر، وقبل ان يقع التصويت قدمت وجهه نظر كيف اتصور منصب الرئيس وفق للدستور التونسي، ماذا التزم، بماذا سالتزم، وقدمت ما اقوله هذه الايام. هذه هي صلاحيه الرئيس خلافا لما يقول البعض، محدده في جوانب ومهمه في جوانب اخرى، واكثر من ذلك سناتي طبعا، ولكن واكثر من ذلك وضحت ان الحزب لا مصلحه مباشره له في ان يكون له رئيس الا في حاله واحده، طبعا اذا نجحت. طبعا النجاح سيحسب في جزء منه طبعا التيار الديمقراطي، مع العلم انا مرشح التيار الديمقراطي، هذا قانونيا وصحيح ويشرفني ذلك، وفي نفس الوقت مرشح لاطراف اخرين او اشخاص مستقلين وغيرهم يعني يدعموني بدون ان يكون منتمين للتيار الديمقراطي، هذا من ناحيه. من ناحية ثانية الحزب مصلحته كما قلت في نجاحي طبيعة الشيء، ويتضرر لا قدر الله لو لم أحقق ما أعد به، ولكن غير ذلك النظام الدستوري يقول أن رئيس الجمهورية يستقيل من كل منصب له في الحزب، وتوجهنا طبعا بشكل عام هو أنه إذا شاركنا في السلطة طبعا هذا سيكون وضعية ستكون وضعية عادية، لكن إذا التيار الديمقراطي قرر البقاء في المعارضة فطبيعة الشيء رئيس الجمهورية سيكون بعيدا عن حزبه الذي أوصله إلى رئيس الجمهورية. تقريبا هذه هي فلسفة منصب رئيس الجمهورية حسب الدستور التونسي. نعم، في بداية تأسيس حزب التيار الديمقراطي كان حزبا فتيا في تلك الفترة، قررتم دعم السيد منصف المرزوقي في انتخابات 2014. كنتم من المقربين للسيد منصف المرزوقي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وتوليتم الأمانة العامة بعده. اليوم من يتابع المشهد وهناك بعض التصنيفات البريئة
والتي تفتقد ربما إلى المعلومة، وهناك بعض التصنيفات الموظفة. من يتابع المشهد اليوم نجد أنهم يصنفون السيد محمد عبو في نفس الكوكبة مع السيد محمد مصف المرزوقي. أنتم انفصلتم عن بعض، هل تحملون نفس الفكر، نفس المشروع السياسي، أم بابتعادك عن السيد محمد مصف المرزوقي بحثت لنفسك ولمن معك عن خط سياسي مستقل؟ السيد مصف المرزوقي طبعا كان رئيس حزبي منذ سنة 2001، هو صاحب الفكرة وكنا جميعا مع بعض معنا مؤسسين. هناك جزء من الخط السياسي للحزب السابق وقت المؤتمر الجمهورية شاركنا فيه جميعا طبعا خطنا السياسي وتوجهنا الذي لم يكتب يوما، ولكن على كل حال من أدبياتنا الأخيري كان طبعا لي دور كبقية الأطراف، يعني كأم زياد، كعبد الرؤوف العيادي، كمصف مرزوقي، كغيرهم طبعا. وطبعا هو كان رئيسي وكان له كل احترام، هذا ما فيش حتى شك. هل أننا كنا متقاربين في كل كبيرة وصغيرة في السابق؟ في كثير من الأشياء، هذا صحيح. بعد الثورة طبيعة الأشياء هناك تحصل بعض الاختلافات. أنا غادرت الحزب الذي كان هو رئيسه الشرفي وكنت أنا رقم واحد فيه باعتباري قانونيا أمينه العام، ووصلت إلى فكرة معينة أنه لا يمكن أن نواصل مع بعض البعض يعني في هذا الحزب، هناك في إخلالات معينة حسب رأيي لا يمكن إصلاحها. الأسلم هو أن أتركهم يعملون بما يتصورون وأن أنشأ مشروع جديد مع أشخاص مختلفين بناء على وثيقة هوية وخط سياسي، بناء على تصور معين للانضباط، بناء على تصور معين للمطابقة بين الشعار والممارسة وتيار ديمقراطي. أين تلتقي مع مصف المرزوقي وأين تختلف الآن؟ أنا أختلف مع جل السياسيين في تصنيفهم وحتى مع الإعلاميين في تصنيفهم للأطراف السياسية والقوى السياسية. القضية ليست قضية أفكار فقط أو مسألة فكرية فقط، القضية حتى طرق التسيير عندما تكون في الدولة، طرق التسيير عندما تكون في الحزب. وستلاحظون إذا تابعتم يوما أنها نفس الطريقة، نفس إشكاليات تقريبا مع بعض الاختلافات، نفس الطريقة. فعندما تكون في تسيير ديمقراطي وشفاف وتقوم بنفس الشيء في الدولة، عندما تكون مع الانضباط وفرض القوانين في الحزب وتكون في نفس الشيء مع الدولة مع بعض الاختلافات، تبعت الشيء هذا يجعلك تصنف في تصنيف معين. هذا التصنيف في حقيقة الأمر لا يشاركنا فيه كثير من التونسيين، جزء منهم هذا صحيح، ولكن نحن منذ مدة تقريبا منذ سنة أنا أصدرت نص قلت التصنيف في المستقبل سيكون على هذا الأساس نقطتين. أولا عندما تحدثوا عن ثورة، فمن هو في خط الثورة هو الذي ضد الفساد، هو طبعا الذي ضد الاستبداد، هو مع تحقيق أهداف الثورة التنموية إلى آخره بشكل عام، هذا صحيح وهذا هو التصنيف. أما أن تقول أني كنت مع الثورة في وقت ما أو كنت من المناضلين قبل الثورة فهذا لم يعد علينا كثيرا. طبعا لا أتحدث أنا عن السيد مصف المرزوق الذي أعتبره أقل ضرر من غيره، بل إن لم يكن أحسنهم معنا في بقية الأطراف، ولكن أتحدث بشكل عام عن تجربة عشناها في وقت الأوقات فيها اختلاف جذري بين الشعار والممارسة. رغم الابتعاد عنها ترفض أن تتحدث بأي سلبيات عن لا على كل حال أرفض هذا من باب الاحترام، ولكن على كل حال لديه بعض السلبيات، كلنا لدينا سلبيات. هو ربما سلبيات ربما هو أن يسمح بأخطاء غيري، هذه تقريب معناه ما خلق بعض المشاكل، هو أن يسمح بأخطاء غيري لأنه يعتقد أن هناك غاية كبيرة. أنا اليوم على سبيل المثال سأعطيك مثلا في التسيير كيف نسير، يعني قصدي على سبيل المثال اليوم لا أقبل من أي شخص وأي طرف، هناك من دق بابنا يريد النقاش من قبيل ندعمك في الرئاسية ولما لا إلى آخره، لا أقبل أي نقاش في موضوع من قبيل أتنازل لك وتتنازل لي. لا 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 أتحدث عن دكتور مرزوقي، أتحدث عن غيره. لا لا دكتور مرزوقي لم يتصل بي في هذا الجانب ولم أتصل به، لكن أتحدث عن غيره. يعني ليست لدينا مقايضات في هذا الموضوع. يذهب شخص لمنصب معين على أساس أنه يفرض فيه هيبة للدولة، يفرض فيه تطبيق القوانين على الجميع، يحمي فيه الأمن القومي للدولة، يحسن تمثيلها في الخارج ويعطيها مكانتها الدولية. تقريب هذه هي الأهداف وخلق مناخ عام طبعا يختلف عن المناخ الحالي بما يسمح بتحسين الأوضاع الاقتصادي، مع العلم أنه رئيس الجمهورية ليس لديه صلاحية مباشرة في المواضيع الاقتصادية. تقريب هذا هو التصور الذي على أساسه ننطلق، فبالتالي لا يخضع لأي مقايضة مع أي طرف. بالتالي لما تقدمت لجملة المعطيات سنة 2014 وقفت في المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي أقول لهم التحاليل المنطقية تقول أن الدور الثاني سيكون بين السيد مصف المرزوقي والمرحوم البيجي قائد السبسي، وأنه لا يجب أن نسمح بعودة أو منظومة سابقة في شكل أو في شخص نداء تونس ساعتها، وهناك مخاطر على تونس. المنطق يقول رغم اختلافنا مع السيد مصف المرزوقي أن نقف معه. اتخذ القرار بالأغلبية، لم تكن أغلبية كبيرة لكن الحمد لله تمكننا من إقناع أصدقائنا بأن يصوتوا لدعمهم منذ الدور الأول،
وفي نفس اليوم صوتنا على أنه يمنع على أي شخص داخل التيار الديمقراطي أن يقبل أي منصب مع السيد موسى مرزوقي إذا ما أصبح رئيس. هذه موجودة في محضر جلستنا الذي صدقنا فيها على دعم السيد موسى مرزوقي، واستمتنا في الدفاع عنه سنة 2014 حتى يكون رئيسا. لماذا؟ حتى نمنع مخاطر معينة تتعلق لا قدر الله بعودة السداد. هذا ما حصل سنة 2014. في 2019 السيد محمد موسى المرزوقي منافس لكم، بأي عقلية ستدخلون هذه المنافسة؟ ربما أنتم كنتم من المقربين وتعرفون ملفات وتعرفون ربما بعض الأسرار التي لا يمكن كشفها في هذا السباق الانتخابي. اليوم عقلية المنافسة بينكم وبين رئيسكم السابق كيف ستكون؟ في توجهنا من فئة الناحية من جانب الاتصالي ليس التركيز على السيد موسى المرزوقي. سأقوله بكل وضوح، نحن كما حللنا سنة 2014 طبعا كانت المسألة أسهل. سنة 2014 سيكون في الدور الأول الثاني عفوا السيد موسى المرزوقي والمرحوم بجقاء السبسي، هذا اتضح أنه صحيح. قلنا أنه صعب مروره لكن يجب أن نستميت في إيصاله، هذا صحيح وقمنا بواجبنا. سنة 2019 قناعتنا أنه لن يصل لاعتبارات عديدة، يعني حلفاء القدماء طبعا كان من المنتظر أن يتخلوا عنه وتخلوا عنه، ومنطقيا هو لن يصل على الأقل هذه الفكرة التي وجدت في التيار الديمقراطي. إن كان إن كنت مختلفا فلا مشكل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك مشكلة السن أيضا، لا يعقل أني في سنة 2019 أو 9 عفوا أقوم بحملة وهو يعرف هذا الكلام، يعني يتحدث فيه عن سن رئيس الجمهورية، وهذه أفكاري يعني لا أغيرها الآن. عندما يتقدم شخص في سن يصل إلى سن معين مع العلم كأنه على صحة جيدة إلى آخره، ففي تصوري لا يمكن أن أدفع في اتجاه أن يكون هو رئيس الجمهورية. مسألة ثالثة، يعني وقفنا معه سنة 2014 كان ذلك واجبا ولم يكن أمامنا خيار آخر. اليوم الوضع خلاف ما يقول البعض هو أكثر استقرار، ولا بد من قول ذلك. منذ 5 سنوات كنا نخشى على مسارنا الديمقراطي أكثر من اليوم. اليوم هناك مخاطر تتعلق ببعض الشعبويين، ببعض الفاسدين الكبار، علما كانوا كثير من المترشحين هم ورطون في فساد، ولكن أتحدث عن كبار الفاسدين موجودون وهم فعلا يمثلون خطر، ولكن أعتقد أن التونسيين سيحسنون الاختيار وهذا تصوري الذي أؤمن به. بالتالي عفوا لم تكن هناك هذا الدافع الوطني الذي يحرك، ونحن من أجل دعم شخص لا أعتقد في حقيقة الأمر أنه لفس حدود سنة 2014. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن لدينا أفكار معينة وتصور معين، نحن لا يمكن أن نتسامح مع أخطاء الكبرى تتعلق بفساد بتسيب لا يمكن أن نسمح بها. نحن سأتي لهذه الفكرة، نحن لا يمكن أن نسير بشكل لا نحترم فيك سلطة. بالنسبة لي عندما أكون في السلطة يجب أن تحترم السلطة ويجب أن أحترم أنا فتحترم السلطة، هذا من مبادئ تسير بالنسبة لنا. ما زلنا في عند نقطة السباق الانتخابي، أتحدث في هذه النقطة فقط. يعني أصبح لدينا مواصفات معينة نريد وتصور معين لطريقة التسيير وتغيير الأوضاع في تونس، نريد أن نصل إلى السلطة لتحقيقها. المسألة ليست شخصية، هذا ما أردت قوله جوابا على سؤال لماذا لم تفكر مثلا في دعم من دعمته سنة 2014. نعم، السباق ليس مع المرزوقي، هناك 26 مترشح دخلوا هذا السباق. صحيح. وهناك تقريبا العديد من الأسماء من عائلة واحدة. كيف ترى هذا السباق وكيف ترى المنافسة معهم، وأين تضع نفسك ضمن هذه الكوكبة؟ أنا أضع نفسي كصاحب خصوصية معينة، شخص بغض النظر على كل انتماء حزبي أو ديولوجي أو فكري يريد أن يعطي لتونس مكانتها في الخارج، دولة محترمة داخليا، محترمة في علاقتها مع الأجانب. ليس هناك بينها سياسيين يمارسون معنا أخطاء من قبيل مد اليد إلى الأجنبي للتمويل أو غير ذلك، هذه مسألة ضرورية، ويمكن للجمهور أن يساهم مساهمة جدية في وضع حد لهذه التجاوزات التي هي موجودة لسوء الحظ في تونس. دولة لا يمكن يتغير إطلاقا وضعها الاقتصادي بدون أن تكون لها وضعية أخرى تؤمن توحي بالقوة، توحي بالثقة، بالمصداقية، الثقة في مؤسساتها، في اقتصادها الأخير. رئيس جمهورية طبعا مع رئيس حكومة، ولكن أتحدث الآن عن رئيس جمهورية لديه دور مهم في هذا الجانب. ودولة جاء الوقت ليحكمها من يسوي بين كل المواطنين في فرض القوانين بما لديه من صلاحيات. وأذكر أن صلاحية رئيس الجمهورية هي التي كتبت في الدستور وهي التي تدخل في باب من الأبواب التي يتعلق بكونه هو الساهر على احترام الدستور، يتدخل لا قدر الله أقول عندما يقع خرق الدستور بشكل ممنهج، ولا تتدخل الحكومة لا قدر الله. حتى إلى الصلاحيات، وأنا أتحدث عن المنافسة. لا، مهمة مسألة المنافسة لأنها مرتبطة بالصلاحيات ومرتبطة بتصورات معينة لدينا وبمشروع لدينا لو وجدناه في غيرنا. أنا محمد عبو أدعي لو وجدت هذه المواصفات في غيري لا دافعت
في اتجاه أن ندعم هذا الشخص ولا أن أترشح أنا نفسي. في إطار هذه المنافسة هناك العديد من القراءات والأقاويل في الكواليس بأن هذا السباق لن يتواصل على هذه الشكل أو على هذا النحو، قد يشهد في الأيام القادمة انسحابات بعض المترشحين ربما لدعم مرشح توافقي تتفق الأغلبية عليه. مسألة هذه التحالفات في الكواليس والاتفاق على من هو المرشح الذي يمكن المراهنة عليه في الوصول ويقع دفع بعض المترشحين إلى الانسحاب والدعوة إلى تزكية فلان في يوم الاقتراع، يعني هذا المشهد رأيناه سنة 2014 ومن الوارد جدا أن يتكرر في هذا الاستحقاق. ما لديك من معطيات وهل تتوقع انسحابات وسيناريو من هذا النوع؟ يعني هذا وارد طبعا، ربما بعض الأشخاص يعتقدون أن ليس لديهم حظوظ أو ربما يقايضون سحب ترشحهم بمصلحة معينة، هذا حصل سابقا ويمكن أن يحصل لاحقا طبعا ويمكن أن يحصل الآن، هذا وارد. يعني هناك ربما بعض الأخبار عن لقاءات من هذا القبيل بين مجموعات، نحن لسنا بينها طبعا هذه المجموعات. طيب، بين المشهد السياسي البارز العيان والمشهد السياسي الذي يصنع في الكواليس، كنت منذ لحظات أتحدث عن ربما اتفاقات الكواليس لدعم مرشح، وتونس عاشت تقريبا 5 سنوات بمنطقة التوافق السياسي الذي بدأ بلقاء الشيخين وتحكم في المشهد السياسي تقريبا 5 سنوات. عقلية هذا التوافق الذي تصنع مشهدا لم يفرزه صندوق الاقتراع، هل أنت تؤيد هذا السلوك أو المنهج السياسي؟ التوافق الذي حصل في 5 سنوات الفارطة لدينا رأي فيه، لسوء الحظ أذكرك مجددا أنه قد يختلف مع كثير من التحاليل، هو ليس لم يكن توافقا بين طرفين متناقضين، هو كان توافقا بين طرفين تصارع في مرحلة ما ولكنهما ليس مختلفين. سمي بالتوافق الأضداد؟ لا، هما ليس أضداد، هما متقاربان جدا في توجهاتهم السياسية، في مصالحهم، في تعاملهم مع الدولة، يتعاملان بنفس الطريقة ولهم نفس الأفكار، لهما نفس الأفكار. تاريخيا طبعا هذا طرف إسلامي وهذا طرف لنقول أنه المنظومة السابقة معزة ببعض اليساريين، كانت هناك معارك بينهم، كان هناك معارك طبعا دفعت فيها حياة بشر معناها تحت تعذيب وقتل إلى آخره، هذا جيد لو كان الأمر يتوقف على هذا الأمر أن من كان يتصارعان تقارب وأسس لمشروع، لكن ليس هذا هو الصحيح. الصحيح عندما حصل الوفاق، حصل الوفاق في اتجاه أن لا يطبق القانون، أن تبقى حالة الفوضى متسيبة مع حالة الفوضى سيدة في تونس، أن يقبل هذا الطرف وذاك تمويلات من هذا الفاز أو ذاك وربما من بعض القوى الأجنبية فيسكت هذا ويسكت هذا، وهذا طبعا مشهد كان لابد من القطع معه. تتحدث عن مقررات الاتفاق في صالحهما وليس في صالح البلاد؟ طبعا ليست في صالح البلاد، ولكن تقديم المسألة وكأنها أنقذت البلاد من حمام دم هذه مبالغة فيه، كان يتصارعان قبل الثورة بعد الثورة، السلاح تحتكره الأجهزة الحاملة السلاح، يعني أمن وشرطة وحرس، فمن سيتقاتل مع من؟ لسنا والحمد لله كما أصدقائنا وإخواننا معنا وجزء منا والشعب الليبي يتقاتلون لأن هناك أسلحة متسيلة، لا في تونس الحمد لله هناك دولة، هناك دولة عفوا لم تسقط، وبالتالي لم نكن في حالة خطيرة كما يدعي البعض مقدمين أنفسهم بأنهم أنقذوا البلاد من حمام دم، لم يكن هناك حمام دم، كان هناك بعض الأشخاص يتصارعون بعضهم لأسباب ايديولوجية وبعضهم لمصالح مالية وبعضها سياسية، هذا جزء من واقعنا. قلت قانون المصالحة الاقتصادية، هل كان صنيعة هذا التوافق؟ هل تم الترتيب لطي بعض الملفات بالنسبة لرجال الأعمال بقانون على المقاس؟ القانون تعطل كثيرا يعني في عهد ترويكا لأسباب أكيد فيها بعض الشبهات، وعندما وضع قبل مغادرة ترويكا كان جيدا بشكل عام، يعني مضمون هذا القانون، وحزب نداء تونس ورئيس الجمهورية رحمه الله السيد باجي قائد السبسي كان له تصور آخر، قلت ما قلت في هذا الموضوع أكثر من اللازم وانتقدته وانتقدت كل من جاء بهذه الفكرة، لأن هناك عدالة لابد أن تطبق، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية لابد من استرجاع أموال الدولة التونسية، القانون الذي قدم وقتها لا يسمح باسترجاع أموال الدولة التونسية بالشكل الذي نرضاه، ومن ناحية ثانية لا يخلق انضباط ولا يخلق إحساس بالمسؤولية، لهذا عرضنا على كل حال رئيس جمهورية تحت تأثير الشباب، شباب من ديش مسامح، أحزاب سياسية، طير ديمقراطي، الجبهة، الشعب، تكتل، يعني الأحزاب الجمهورية، كل الأحزاب التي شاركت يعني في التصدي لهذا المشروع تراجع في حقيقة الأمر، ولم يمر إلا جزء من المشروع وهو المصالحة التي تتعلق بالموظفين الذين لم يستفيدوا مباشرة. نعم،
لم يستفيدوا مباشرة من الفساد. نعم، تلقوا التعليمات ونفذوا التعليمات ولم تكن لهم، ولكن لم يثبت عليهم أنهم استفادوا. طبعا احنا كنا ضد هذا، ولكن على كل حال تمكن من تمريره، كان جزء من قانون المصالحة الذي أخافنا. عن هذا المشهد السياسي نتحدث، عن هذه التوافقات في الكواليس، عن تمرير بعض القوانين اللا شعبية، إن لم نقل اللا وطنية، التي لا تخدم مصلحة البلاد بل تخدم مصالح فئة معينة أو رجال أعمال معينين. اليوم هناك انحراف بالمشهد السياسي، بالأخلاق السياسية، بالأعمال السياسية، بما أصبح يدفع الناس إلى النفور أصلاً من الأحزاب. رأينا في الانتخابات المحلية كيف التونسيون الذين ذهبوا إلى مكاتب الاقتراع بنسبة ضعيفة منحوا أصوات مهمة إلى مستقلين وليس إلى أحزاب. كيف تتابع هذا المشهد السياسي؟ طبعا يعني بالنسبة لغير المتابع الدقيق، لغير السياسي المتفرغ، لغير الصحفي المتفرغ، تبعت الشيء أن الناس أصبحوا يفهمون أن هناك كثير معلومات، يرون كثير معلومات، معلومات متضاربة، كثير من الحكايات على الفساد دون أدلة، كثير من الحكايات فساد ثم بعد ذلك يكذب زيد وعمر، ليس هناك قضايا جدية خرجت وخرج القضاء ناطق رسم باسم المحكمة أو إلى آخره، فقال وصلنا إلى هذه النتيجة في ملف ما، فكثرت كل يعني الأقاويل وعكسها ونقيضها إلى آخره. أصبحت الصورة العامة هي أنه كلهم فاسدون. لماذا يقول بعض التونسيين أن كلهم فاسدون أو كلهم يشتغلون لمصالحهم؟ لأنه ليس لديه الوقت الكافي لتحليل كل المعطيات. المعطيات وأنت تعرف الآن في زمن الإنترنت يعني المعطيات آلاف المعلومات، لم تكن مليارات معلومات يعني تنتقل عبر الشبكة الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام جميعا عفوا. فطبعا عن الفساد السياسي سيد محمد، عن الفساد السياسي أتحدث خاصة، سنعود ونتحدث بالتفصيل بعد هذا الفصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. نجدد أيضا الترحاب بالسيد محمد عبو، مرشح التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس. مرحبا سيدي. أهلا سيدي. في الجزء الأول وقفنا عند نقطة الفساد السياسي ونفور التونسيين من المشهد السياسي بما تابعوا وبما شاهدوا من ممارسات منفرة، يعني نواب بمجلس النواب ينتقلون من كتلة إلى أخرى أكثر من مرة، أحزاب يعني تحوم حولها شبهات بالنسبة لمصادر التمويل، هناك تقاذف لتهم بأن هذا تابع لمحور معين وهذا تابع لمحور معين آخر. يعني بشكل مفضوح أصبح التعامل مع المحاور الخارجية، وأصبح المشهد السياسي يتلاعب فيه المال الخارجي ويتدخل فيه أصحاب رؤوس الأموال في صنع القرار السياسي في البلاد، هم يسمى بالحيتان الكبيرة. وبتنا نشاهد في البرلمان وزوجتك في البرلمان سيد محمد عبو أن بعض القوانين تصدر على المقاس، تصدر وكأنهم سيقولون هذا القانون صيغة لخدمة مصالح فلان. يعني هذا مشهد سياسي بعد ثورة فرح بها التونسيون، هللوا كثيرا بسقوط نظام الاستبداد، هل هذا ما يستحقه التونسيون بعد الثورة؟ لا طبعا، الثورة حصلت لعديد الاعتبارات ضد الاستبداد وضد الفساد. يعني الشعارات التي رفعت في منذ الأيام الأولى تقريبا للثورة هي شعارات ضد الفساد وضد العائلة الحاكمة السابقة للآخر. في وعي التونسيين وقتها فهموا أن الأزمة الاقتصادية التي كانت قبل الثورة والتي تسببت مباشرة في اندلاع الثورة مرتبطة بحجم الفساد ساعتها. فالأصل أنه بعد الثورة أن الجميع يلتزم بقواعد معينة، حتى من لديه هذه المشاكل يعني الطمع وربما ليس من الثقات إلى آخره كان من المفروض أن يخشى شيئا ما، يخشى الثورة، فلا يهب طبعا أو لا يسمح لنفسه بمعناها ارتكاب جرائم فساد والحصول على الرشاوى إلى آخره. أكمل الفكرة فقط. نعم. في نهاية الأمر انتبه بعض الأشخاص الذين يميلون بطبعهم أو ظروفهم أو لغير سبب من كان إلى أنه ليست هناك محاسبة،
فسمحوا لأنفسهم بكل أشكال الفساد، التي كانت من الأخطاء التي حصلت بعد الثورة السوداء. في نفس الفكرة قلت في تصريح سابق بأن الحاكمين اليوم أو النافذين اليوم في تونس يرتكبون حماقات وفظاعات لم يرتكبها لا نظام بن علي ولا أصهاره، يعني تجاوز للقانون والتجاوز للسلطة وعقلية الإفلات من العقاب، هل هي أصبحت سائدة اليوم لدى النخبة السياسية الحاكمة؟ يعني عائلة بن علي كان عدد محدود فاسدين وحوكم بعضهم ما زال في السجن في هذه اللحظة، برسالة كل العالم العربي، يعني يمكن أن تفسد ولكن ستدفع الثمن يوما ما، طبعا ليس كلهم من دفع هذا الثمن. ولكن على كل حال ما يزعجنا، وهذا سؤالك أساسا، هو كيف يعود أشخاص أمثال هؤلاء أو يصبح ربما عددهم أكبر بعد الثورة. ولذلك أعود فعلا للتأكيد كلامك الصحيح، هناك من هو ربما في جوانب معينة يستطيع أن يفسد أكثر من عائلة بن علي، وهذا أمر خطير. يعني المفروض هم عوقبوا أو بعضهم عوقب، من المفروض أن مرتكب جرائم بعد الثورة يعاقب أكثر حتى من الأولين. حال تسيب ربما يوجد بعض أصحاب الأموال وأصحاب مؤسسات وموظفين إلى آخره، يجدون أنفسهم في وضعية معينة لا تسمح بالحياة إلا في طار فساد نظام بن علي. لكن بعد الثورة من المفروض أن الناس تكون قد أخذت الدرس وانتبهت. لسوء الحظ كثير من السياسيين في تونس لم ينتبهوا ويمدون أيديهم إلى أجانب، يمدون أيديهم للفساد، يرتشون إلى آخره. والقوي في الأمر أو الغريب في الأمر أن بعضهم يظهر على نفسه علامات الثراء. كان بعض الموظفين في عهد بن علي يخفون علامات الثراء حتى لا تكتب التقارير فيهم فتستغل ضدهم على سبيل المثال، أو ربما حتى بعضهم حوكم حقيقة. عند هذه النقطة فيزعجني أن أقول لك اليوم من النواب من ظهرت عليه علامات الثراء وتحركت الأجهزة القضائية وطلبت رفع الحصانة عنه ولم يتحرك أي شيء وبقي الوضع على حاله، من بين من كان شريكا في الحكم وطرفا في وثيقة قرطاج من اتهم بغسيل الأموال وأفلت من العقاب وغادر البلاد، واليوم يعود مترشحا إلى الانتخابات الرئاسية وطرفا في السباق معكم. يعني هناك ملفات تفتح وقضايا تثار ثم تغلق من جديد، ولا نعلم لماذا أثير الملف ولماذا اتهم هذا الشخص وما مدى صحة الاتهامات، ثم لا نعلم أيضا كيف يقبر الملف، كيف يدفن الملف. هذه ممارسات تبعث إلى التساؤل والاستفهام عن كيفية الابتزاز الحاصل بين الطبقة السياسية في تونس. يعني المورتين الأساسيين في هذا الموضوع هو بعض السياسيين وبعض القضاة. يعني بعض السياسيين يستغلون هذه الملفات فيضغطون لفتحها، طبعا فتح الملفات أي مواطن يستطيع أن يفتح ملف عندما يقدم شكاية مع بعض المؤيدات فيمكن أن يفتح ملف، لكن على كل حال يستغلون المعلومات والملفات فيفتحون الملفات ثم يستغلونها الابتزاز. ولسوء الحظ يجدون قضاة يذهبون معهم في هذا التوجه، حرك الملف الآن، دع الملف ولا تنظر فيه الآن، أو احفظ هذا الملف. هناك قضاة تعودوا في نظام الاستبداد أن يطبقوا تعليمات، جاءت الثورة صدمتهم كما صدمت الكثيرين ولم تغيرهم. جاءت الثورة فأعطت للقضاء التونسي أكبر نسبة ضمانات على مستوى التشريع ربما لا يتمتع بها القاضي في الولايات المتحدة الأمريكية أو ربما حتى في فرنسا، ولكن هناك بعض القضاة، دون تعميم طبعا، هناك بعض القضاة من بقي أسيرا لثقافته القديمة أنه يستمع للتعليمات ويطبقها. فهؤلاء الطرفين تسبب في هذا الوضع. الأصل عندما يفسد السياسيون هو أن يكون هناك قضاء مستقل، وأن يكون هناك قضاء شجاع، وأن يكون هناك قضاة في واقع الأمر شجعان، خاصة الذين تسند لهم ملفات تتعلق بالفساد. كنا نذكرهم منذ سنوات بمن ضحى في إيطاليا بلد المافيا، هناك من قدم تضحيته وهناك من ضحى أصلا بحياته مقاومة منه للمافيا، في حين أن السلطة السياسية نفسها كانت مرتبطة بعلاقة بالمافيا. كرجل قانون القضاء مستقل اليوم؟ القضاء اليوم لديه ضمانات الاستقلالية، هناك قضاة محترمون يشتغلون يوميا بدون أي مشاكل تتعلق بالاستقلالية، هناك قضايا حساسة تسند لقضاة من نوع خاص، هذا تابع الحزب الفلاني وهذا ربما ممسوك عليه ملف فساد وهذا شخصيته ضعيف وهذا لا يمكنه أن يفعل شيء لأن الأمن لا يتفاعل معه وليس لديه إمكانيات. هذا تقريب واقع تونس بإيجابياته وسلبياته. أريد أن أذكرك يا سيدي الكريم بتصريحين. التصريح الأول لزوجتك السيدة سامي عبو، تحدثت عن وجود مافيا داخل الدولة تبتز رجال الأعمال بالملفات وتسعى إلى الإثراء غير المشروع، ومن بين أعضاء هذه المافيا
أشخاص معروفون بالفساد وحوكموا بتهم الفساد وأعيدوا بعد السجن إلى مناصبهم لمباشرة مهامهم ومباشرة مهام الابتزاز. وتصريح آخر تحدثت فيه أنت عن الحرب عن الفساد، قلت يحركون الملفات وأحياناً ملفات فارغة للزج ببعض الأسماء في السجن، يعني هي ملفات تقريباً لضرب الخصوم وربما تحييد الحلفاء. هل اليوم موضوع الحرب عن الفساد هو حرب ابتزاز، حرب لضرب الخصوم؟ هل الحرب على الفساد التي أطلقها السيد يوسف الشاهد هي أداة فقط لتلميع صورة الحكومة وترويع خصومها؟ هي دعاية انتخابية قام بها السيد يوسف الشاهد، وذكر التاريخ من حيث المبدأ حالما أعلن عن بدايته في الحملة واعتقل أحد المعروفين ربما والمشتهرين بقضاء الفساد الداخلي من أصحاب النفوذ. كنا أول من قال سندعم هذا الرجل إن كان صادقا في حماية في مقاومة الفساد. طبعا في تحليلنا الداخلي لم نكن نعتقد أنه صادق، لكن كان من منطق السليم أن نقول نحن معك، فيجد معارضة في صفه ويجد شعب في صفه، وفعلا وجد دعما دوليا، تصريحات معينة خرجت في الخارج، يوسف الشاهد رئيس حكومة تونسية بصدد مقاومة الفساد، وجد نوع من الشعبية في الداخل وفي الخارج، ولكنه توقف لأسباب سيذكرها التاريخ أو ربما سيذكرها القضاء في وقت من الأوقات في أحكامه. لا أدري ما الذي جعل السيد يوسف الشاهد يتوقف. يقول البعض أنه قد جبنا، أنا أعرف أن الدولة قوية وأن المشكلة في الحكام أنهم فساد، أو أنهم المشكلة فيهم هم في شخصيتهم أن لا يستطيعون الحكم. أما القول بأن الفساد أقوى من الدولة فهي ليست حقيقة ومغالطة يقوم بها كثير من السياسيين لتبرير تعاملهم مع الفساد. لا أتحدث عن كل دول العالم، أتحدث عن تونس في هذه الفترة بالذات. إذن لم يقم بحملة حقيقية لمقاومة الفساد. هل أن هناك في دائرته من استغل بعض الملفات؟ يؤسفنا أن نقول لك من سنة 2011 وهناك من يبتز في أصحاب الأموال وأصحاب الملفات إلى آخره عن طريق ملفات فساد. السيدة سامية عبو ذكرت بالأسماء وقالت هو يعلم ولا يمكن أن تخفى عليه. بالنسبة لأعوان الديوانة الذين أحييهم، طبعا أعوان ديوانتنا معنا محترمين جدا، بعضهم أو جزء منهم لا بأس به ربما في حالة التسيب دخل في منطق الفساد واستثرى على حساب مصالح الدولة التونسية. الذين تحدثت عنهم سامي عبو هم بعض ضباط الديوانة الذين استثروا، لديهم إمكانيات مادية لا تتماشى مع أجورهم. بالمناسبة نحن أكثر الناس نطالب بترفيع في أجور، بل بمضاعفة أجور الديوانة والقضاء وقوات الأمن الداخلي والجيش. ولكن على كل حال الحكومة لديها رأي آخر في هذا الملف بالذات، ملف مقاومة الفساد في الديوانة. استعمل بعض الديوانيين الذين لديهم ملفات فساد في السابق، وهم أنفسهم استغلوا موضعهم وقربهم من رئيس الحكومة فابتزوا بعض أصحاب الأموال بقولهم بلغنا أو هناك ملف سيحضر ضدكم لتسليط عقوبة أو بالأحرى تسليط إجراء الإقامة الجبرية ضدكم، فيدفع بعض الناس رشاوى. هذا الملف وصل أمام القضاء وحصلت فيه إيقافات، ثم وقعت لاق سراح من حصل ضده إيقافات. المشكلة أن من صدر ضدهم هذه القرارات أو هذه الشبهات الجدية، حتى لا أقول لأن ليست هناك أحكام باتة، هم بقوا في مناصب حساسة، وهذا لا يليق بالدولة التونسية بعد الثورة. أذكر الثورة التونسية حصلت ضد الفساد. أنا شخصيا أتعاطف حتى مع المجرمين عندما يرتكب جريمة بشر، في نهاية الأمر يجب أن نحترم حقوقه كمتهم وكسجين، ولا أؤمن بالعقوبات الطويلة المدى إلى آخره التي تدمر عائلات إلى آخره، ولكن الحد الأدنى بالنسبة لأي دولة تحترم نفسها أن تعاقب كل من يمد إيديه إلى مصالح الشعب التونسي، يعني يعاقب هو يتألم، هذه هي طبيعة الشيء، هو الذي أخطأ، وهذا ليس خطأ، هذا خطأ قصدي. الناس ارتكبت جرائم للحصول على أموال وضربت الاقتصاد التونسي. اليوم يشتكي الناس كثيرا من الفساد. تحدثت عن ملفات لابد من كشفها يوما ما في موعد سابق، يعني هل لك نية في كشف الحقائق؟ لا سيدي، للتوضيح أنا ليس لدي ملفات أخفيها، ولكن تحدثت على ما أذكر بملف يتعلق بهذا الأمر، ملف الديوانيين إلى آخره، أو بعض الديوانيين عفوا حتى لا أظلمهم. طبعا نحن حتى نشرنا، يعني سأقول الحقيقة، نشرنا بعض المحاضر ليفهم التونسيين أننا لا نتكلم من فراغ، هذا من ناحية مسألة ليست شخصية ومصداقيتنا فقط، وإنما ليفهموا أن هناك قضايا خطيرة. ماذا فعل رئيس الحكومة بعد ذلك؟ لو كنت مكانه لطبقت القانون على الجميع. ليس هناك من هو قوي على الدولة، لديك أمن منضبط ولديك حرس وطني منضبط، ولديك قوة كدولة، ولديك جيش قوي ومنضبط لا مثيل له في الدول العربية، ولديك قضاة محترمون تسند لهم ملفات فيقوم بواجبهم. كشفتم المحاضر ولم يطبق القانون.
لا طبعا لا يطبق القانون في تونس. هل لهذا السبب؟ هل طبعا لا يطبق القانون في تونس في بعض القضايا التي فيها حماية سياسية. هل لهذا السبب وضعوا مراقبة أمنية لصيقة على السيد محمد عبو؟ لا المراقبة الأمنية هي تعبر عن انحراف بعض الناس حول السيد يوسف الشات. أنا لماذا تحدثت في الموضوع؟ أولا لم أكن المبادر بالحديث في الموضوع، أنا كنت المبادر في مؤتمر الحزب. اتهمت رئيس الحكومة ووزير الداخلية. كنت المبادر في مؤتمر الحزب في أفريل الفارط بالقول أن أجهزة الأمن بعضها عاد لمراقبة المعارضين، لم أقل أنهم يراقبوني. الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي لاعتبار أمني ما قال يقصد محمد عبو أنهم كانوا يراقبونه نفسه، أصبحت المعلومة عن طريق غيري وصلت، فكان علي أن أفسر نعم عادوا إلى ما كانوا عليه قبل 14. دور البوليس السياسي عاد؟ لا 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 لم يعد. سوف أفصل لك المسألة. مسألة المراقبة على المنزل، أنا لدي تاريخ مع المراقبة على المنزل. عندما تعود المراقبة للمنزل بنفس الطريقة قبل الثورة طبعا فتشتعل كل الأضواء الحمراء ونرد الفعل، ورددنا الفعل وانسحبت هذه الحراسة أو هذه العفو لم تكن حراسة، هذه الرقابة، ولم تكن مجرد ملاحظة فقط لأنما كانت لدينا معلومات. هذا يدل أيضا أن أجهزة الأمن تحررت من انحراف نظام بن علي وترفض أن يحكمها منحرف آخر، لذلك هي نفسها مشكورة بعضها مرر لنا معلومات أن هناك مراقبة، وهذا ما قلته حتى يفهم العالم أن هناك هؤلاء الأمنيين في الأنظمة الاستبدادية يطبقون التعليمات، بعضهم لديه ضمير فينزعج من ذلك. في جو مناخ ما بعد الثورة بعضهم يسمح لنفسه بتمرير معلومة عن طريق زيد وعمر تعليقا على هذه الحادثة. هناك رقابة عادت، على كل حال تحدثوا عن فترة معينة ثم بعدها انسحبت مباشرة هذه الرقابة. تعليقا على هذه الحادثة، هل هناك مخاوف من عودة انتكاس الحريات من جديد في تونس؟ سيدي هناك مخاوف من أن التونسي يخطئ نفس الأخطاء التي ارتكبها سابقا، بحت أصواتنا ونحن نفسر له أن هناك معايير في اختيار الأشخاص الذين سيحكمون. من لا يحترم الدستور لا يجب اختياره، من لا يحترم الدولة لا يجب اختياره أو انتخابه، من يفكر في عائلته أو في مصالحه الخاصة أو في حزبه لا يمكن اختياره. هناك أشخاص ليسوا بهذه المواصفات السيئة، هناك بدائل في تونس، الأصل أن الناس تختار هذه البدائل سواء على المستوى الرئاسي أو على مستوى الأحزاب المترشحة. يعني هناك حلول لتونس مرتبطة بالناخب التونسي وبوعيه. أقول للناخب التونسي لديك كثير من المعلومات متضاربة، ولكن خصص بعض الوقت لتفهم مواقف مختلف السياسيين، ساعتها ستحسن الاختيار. عن الأحزاب والفساد، أنت شبهت في فترة ما التمويل الخارجي للأحزاب أو المال المتدفق من الخارج على الأحزاب في تونس بأنه أخطر حتى من الإرهاب، أن نكافح هذه الظاهرة أولى من محاربة الإرهاب أو يوازيها إن صح التعبير. يوازيها ربما. وقلت لو وصلت إلى الرئاسة أو كان لديك نفوذ ما في البلاد ستجري تدقيقا وتحيل الملفات إلى العدالة. هل أنت جاد فيما تقول؟ طبعا تقريبا هناك العديد من الأحزاب الفاعلة في المشهد مصادرها مشبوهة. يعني هناك كثير من الأحزاب السياسية مصادرها مشبوهة. أنا قدمت مشروع قانون للشفافية والإثراء غير الشرعي سنة 2012 عندما كنت في الحكومة. لما استقلت من الحكومة أخذت هذا المشروع وعدلت فيه بعض الشيء وقدمته للمجلس التأسيسي، انتهى دور المجلس التأسيسي ولم ينظروا في مشروع قانوني. وعندما جاء المجلس نواب الشعب قدمت هذا المشروع، وقدم التيار الديمقراطي مع بعض نواب من أحزاب أخرى هذا المشروع ولم يقع النظر فيه. في نهاية الأمر عندما ضغط البنك الدولي السيد يوسف الشاهد قدم مشروع مماثل لمشروعنا، غير فيه أو أنقص فيه من صلاحيات هيئة أثق فيها شخصيا وهي محكمة المحاسبات، وأعطاها لهيئة مستقلة معولا على أن أغلبية لن تختار إلا الأشخاص ضعيفي الشخصية الذين لا يقومون بواجبهم. والدليل أن اليوم في انتخابات ولا نعرف لا ممتلكات سياسيين ولا فساد ولا هناك معلومات يمكن إثباتها. كنت أول من صرح بمكاسبه. كنت أول من نشر مكاسبه في تاريخ البلاد، نشرته على الإنترنت، يمكنك أن تعرف بالضبط ماذا أملك وما هي مداخيله وما هي مصادره. وقمت بذلك تعرف سيدي في شهر ماي 2012، كان من المفروض أن نقوم به في جانفي 2012 عندما وصلنا الحكومة. بقيت وانتظر بقية الوزراء فرفضوا جميعا باعتبار فكرة جديدة والقانون لا يلزمنا بالنشر على الانترنت، فنشرت ساعتها في موقع رئاسة الحكومة هاتي أملاك وزير الإصلاح الإداري قبل أن أغادر، وبقي هذا التصريح. ثم نشرته طبعا في موقع الحزب. في هاتي اللحظة يدخل التونسي لموقع طيار بوانتيان فيكتشف ممتلكاتي مصادرها، ويكتشف كم أدفع أداءات للدولة سنويا وكما هي مداخلي. أنا أعتقد
أن مهمة جدا بالنسبة للرجل السياسي. طبعا هناك إمكانية للتحيل على مثل هذه القواعد، مثلا قبل التصريح يبيع ممتلكاته، والقانون يقول له تصرح بممتلكاتك يوم التصريح، يعني ممتلكاتك يوم التصريح، إذا بعتها الأمس فإنك لا تصرح بها. طبعا هناك من يتلاعب، أنت رجل القانون وتدرك هناك من تلاعب. لا، الثغرات أردنا غلقها عندما تحدثنا عن محكمة قوية ويجب أن تكون لها إمكانيات، وهي محكمة المحاسبات، لكن لسوء الحظ لم تعطى هذه الصلاحيات. وعلى كل حال لم يقع تفعيل هذا القانون عمليا مع هذا التصريح في حد ذاته الذي في غياب رقابة عليه طبعا ليس له أي تأثير. والدليل أننا ندخل الانتخابات وننافس كثير من الفاسدين. المشكلة في الفساد ليس فقط أنه يضرب الدولة، أنك قد تجد في السلطة من هدفه الأساسي هو أموال. في العالم العربي هناك مستبدون، وأنا أذكر أنا لا أدافع عن المستبدين، ولكن هناك مستبدون عندما توفوا لم يجدوا لديهم أموال. هذا أمر محير. بعد الثورات يأتي فاسدون فتصبح قضيتهم هي أموال. السياسي لا وقت له لجمع أموال. نحن السياسة أضرت بنا ماديا والحمد لله، أنا فرح بذلك. إن شاء الله أبنائي يقتنعون. قانون الإثراء غير المشروع تم إحالته على المجلس وتمت المصادقة عليه. صحيح. وتم التهليل على أن هذا القانون سيرسي قواعد الشفافية في البلاد. هل ترى الأمر كذلك؟ على مدى طويل ربما نسبيا، أما الآن هو وقع سنه منذ أشهر، لكن الآن من المفروض أن نكون بصدد تطبيق جملة من الآليات. لسوء الحظ ليس هناك هيئة تشرف على هذا الجوانب، أو الهيئة المؤقتة وهي هيئة مكافحة الفساد طبعا لم تحقق في ممتلكات السياسيين وغيرهم. تمنيت أن يكون وقعت المصادقة على القانون منذ زمان، وسمح لدائرة المحاسبات أو محكمة المحاسبات بأن تقوم بهذا الدور، وتختار ربما بعض الأشخاص في الأحزاب الفاعلة التي تظهر أكثر في الصورة بشكل حتى بعينة عشوائية، فتبحث في هذه الممتلكات وفي مصادرها وفي ممتلكات ربما حتى حول الشخص. لسوء الحظ مشروعنا لم يقع المصادقة عليه، وإنما صدق على تمت المصادقة على مشروع آخر قريب وأخف كثير من مشروعنا الأصلي. عن هذا المشهد السياسي الذي كنا نتحدث عن هذه المافيا المتغلغلة في أجهزة الدولة، عن المال السياسي الفاسد، عن عدم احترام علوية القانون، هل هذا المشهد كانت تداعياته مباشرة على معيشة التونسي أولا وعلى الوضع الاقتصادي ثانيا؟ هل ترى ترابط هذا بذاك؟ ترابط لا شك فيه إطلاقا. تونس اليوم تحتاج إلى استثمارات، استثمارات التونسيين، إقدامهم على الاستثمار أصحاب الأموال، وإقدام التونسي على العمل، وتحتاج من حين لآخر، بل تحتاج بشكل مستمر استثمارات تأتي من الخارج، وتحتاج استثمارات للمغربين أو التونسيين المقيمين في الخارج فيقبلوا على استثمار في تونس. هذه من الحلول الضرورية لمقاومة للقطع مع الأزمة الاقتصادية أو التقليص منها، ولتحسين جملة من المؤشرات وخاصة التقليص من البطالة. هذا لم يحصل لعديد الأسباب، من بينها أن إدارة لا غير موثوق بها، واقتصاد غير موثوق به، وحكومة غير موثوق بها، وديوانة مع كامل احترامي لعوانها جزء منهم أو ديوانة ككل غير موثوق بها. هذه هي الصورة العامة لدى المستثمر، ولا يثق في إدارة ولا يثق في أي شيء في تونس، وتبعت الشيء هذا يعرقل الاقتصاد. لذلك نقول دائما رسالتنا قبل أن تحدثونا عن مشاريع دقيقة في المجال الاقتصادي، لنغير هذا المناخ العام ومناخ الأعمال. جزء منه أيضا مقاومة البيروقراطية، والدولة عملت على هذا حقيقة الأمر حتى الفترة الأخيرة، قامت بأصدرت بعض الأوامر وقانون يتعلق بالاستثمارات إلى آخره، أوامر تطبيقية إلى آخره، لكن هذا غير كافي. المشكلة العامة والأخطر هي هذه الثقة في مؤسسات الدولة، هي التي ستحسن في نهاية الأمر وضعنا الاقتصادي. إذا وصلنا في هذا الطريق، إذا اختار التونسيون لا قدر الله من هم في هذا الطريق، يعني طريق الفساد والتسيب وعدم تطبيق القوانين وعدم مقاومة البيروقراطية إلى آخره، فطبعا سنكون في وضعية خمس انعجاف أخر لا قدر الله. ولكن على كل حال ما زال لدينا أمل في إقناع التونسيين بأن التغيير أو وقت التغيير قد حان. 9 سنوات بعد الثورة، قرون من الاستبداد ثم حرية، ثم 9 سنوات مع الحرية معها فوضى أضرت بالاقتصاد. جاء الوقت للمحافظة على الحرية التي جاءت بها الثورة والحقوق التي جاءت بها الثورة، وفي نفس الوقت فرض الانضباط داخل المجتمع ودفع الناس للعمل في إطار دولة محترمة تطبق فيها القوانين. نعم، كنت وزيرا للإصلاح الإداري، اليوم تتحدث عن عدم الثقة في مؤسسات الدولة. اليوم حينما تجوب البلاد من شمالها إلى جنوبها تجد أن أغلب التونسيين فقدوا قيمة العمل، يعني أغلب الموظفين إذا حاولنا أن نقدر القدرة الإنتاجية للعامل التونسي أو الموظف التونسي تجدها هزيلة جدا
أو محتشمة. يعني عدم احترام للمواعيد، عدم احترام لقيمة العمل، ليس هناك رغبة في العطاء في العمل بمهنية عالية، ربما لأنه يرى الأمثلة التي تقود البلاد كيف تحقق ربما أو كيف تسير أو كيف تتعامل مع الشأن العام. هل هذه العقلية يمكن أن نعول عليها في حلحلة الوضع الاقتصادي؟ الإدارة اليوم التونسية شبه مكبلة. سيدي، في بداية سنة 2012 عندما وصلنا للحكم في تقرير لنا نقول في شهر جون في 2012، ما لاحظت وما أعرفه ويعرفه كل التونسيين أن هناك حالة سيف في السنة الأولى بعد الثورة، وهذا مفهوم، يعني حالة كبت ثم بعد ذلك جاءت الحرية فجأة، فالجميع استغل هذه الحرية لمصالحه الخاصة، وعلى الأقل كثير من التونسيين استغلوا لمصالحهم الخاصة، مصالحهم القطاعية، مجموعات العاطل يغلق الطريق ويغلق المصانع اللي يقع تشغيلي فلن يشتغل المصنع. ظهرت بعض السلوكات مرتبطة بفوضى ما بعد الثورة في الوظيفة العمومية، ظهرت هذه السلوكات سنة 2011، أصبح الطريق الوحيد لدخول الوظيفة العمومية هو التهديد بالانتحار، هو التهديد بالإضراب، هو التهديد بالاعتداء على مقرات السيادة. يعني هذه حقيقة، حالة من الكبت، 500 ألف عاطل عن عمل تركم نظام بن علي، فطبيعي أن توجد حالة من الفوضى، والموظفون أنفسهم يعني جزء منهم على كل حال مارس هذه الفوضى. أنا أذكر أن في سنة 2012 عندما جاءت حكومة بعد الحكومة المؤقتة، الفكرة النفسية هو أنه وصل من سيحكم، فتصور الناس أن هؤلاء خاصة أنهم عرفوا بصورة بين ظفرين، المناظر ليس بصورة رجل الدولة القديم، وأنهم قد يكونوا صارمين إلى آخره، فحصل نوع من التخوف. أنا أذكر في الأشهر الأولى وفي شهر جانفي أتجول في كثير من الإدارات وأطمن الناس وأبتسم لهم. الآن سيدي مهم ما أقول لك عن تلك الفترة للمقارنة، يعني ساعتها كنا نطمن الناس لا تخشوا شيئا، نحن سيكون سيرقى وسيحترم وسيأخذ حقوقه إلى آخره كل من يشتغل، ولا يهمنا في أي انتماء سياسي ما في ذلك انتماء للحزب الذي وقع حله للحزب على الحاكم أو حزب النظام السابق، ما يعنينا إذن كان تطمين المواطنين. أردت أن أقول لك أن فرض الانضباط في الإدارة، وعندما قمت أنا شخصيا بإمكانيات صغيرة يعني بمراقبة حضور الموظفين، ما بعض الوزراء أيضا قاموا بدورهم على الأقل في فرض الانضباط، ليس كلهم، قلة منهم حقيقة الأمر، وجدت حالة من الاستجابة لدى الموظفين. الموظف تعود على الانضباط في السابق بطريقة أو بأخرى، فالحرية لم يفهمها ربما السنوات الأولى. ما أردت قوله اليوم عندما تظهر الدولة قوية فإنها تفرض على الناس انضباط، أن تكون في مكتبك، أن تعمل، أن تقوم بواجبات وظيفتك. الإصلاحات موجودة، ليس الآن، لن نخترع إصلاحات. القوي حسب رأيي اليوم هو من يأخذ مشروع قديم وينفذه. المهم مسألة القضية هي أفكار، الأفكار موجودة. عن الإصلاحات سيد محمد، أتحدث عن الإصلاحات في هذا الجانب فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية. أردت أن أقول لك أن الإدارة التونسية جاهزة لتتحول إلى مرحلة الانضباط والإنتاج. جملة من الإصلاحات لابد أن نقيم بها، فرض الانضباط، وأكثر من ذلك يجب أن يطمئنوا إلى انتهاء مسألة أحزاب أو القرب من أحزاب يجعلك تحصل على طريقة أو غير ذلك. نعم، أثرنا موضوع الأزمة الاقتصادية في البلاد وتداعيات الوضع السياسي على الوضع الاقتصادي. اليوم الأزمة خطيرة جدا، مستوى المديونية غير مسبوق، التيار الديمقراطي يطرح نفسه بالنسبة الرئاسية بمرشح وللتشريعية بالقائمات في مختلف الدوائر. هل لكم تصور لحلحلة الوضع الاقتصادي بإجراءات سريعة وأخرى على المدى المتوسط والبعيد، ولكن في دقيقة واحدة لو سمحت؟ في دقيقة واحدة، تغيير المناخ العام الذي كنت أتحدث عنه، تغيير مناخ الأعمال، أقل تعقيدات إدارية، أكثر استجابة لطلبات الناس يعني فيما يخص الجوانب الإدارية وتقليص الأجال وكل هذه المسائل المتعلقة بتبسيط الإجراءات ومقارنة البيروقراطية وغير ذلك، لابد من اتخاذ إجراءات تتعلق بالتوريد. نحتاج في هذه المرحلة بالذات إجراءات عاجلة للتقليص من الواردات، تضررنا كثيرا من تضرر لخلل في الميزان التجاري، أثر في كل بقية المؤشرات لسوء الحظ، وأثر حتى في قيمة الدينار التونسي. نمر، من أهم الملفات التي ستطرح على الرئيس المقبل لتونس قد تكون أنت سيد محمد عبو، مسألة الأمن القومي ومحاربة الإرهاب. اليوم تقريبا المعضلة خطيرة، نتحدث عن تحرير مبادرة للإرهابيين، نتحدث عن مخاوف من هجرة عكسية للإرهابيين من بؤر التوتر عبر بوابة ليبيا، ونتحدث أيضا عن العديد من التونسيين الذين منعوا من السفر إلى بؤر التوتر والذين يحملون فكرا متشددا، ولكن الدولة إلى حد الآن لم تعد برامج أو لم تحاول الاقتراب منهم أو لم تعدل في الخطاب الديني بالشكل الكافي الذي يجعلهم ينبذون هذا الفكر المتشدد ويعودون إلى ما يعرف بالإسلام الوسطي المعتدل المتسامح، الإسلام الزيتوني.
ماذا أعددتم لمحاربة الإرهاب؟ محاربة الإرهاب طبعا هناك جوانب الأمنية والعسكرية، هذه طبعا مسألة مهمة. هناك أشخاص معنا في الجبال اليوم يشكلون خطر على تونس، هناك ربما بعض المجموعات الضيقة والذئاب المفردة موجودة في مختلف معنا ربما المدن، ربما هذا وارد. تحسين أوضاع المخابرات التونسية بعد كل البعد على أي صراع سياسي، فتح الباب لها لتقوم بواجبها في إطار الدستور والقانون، تحسين إمكانياتها لدرجة كبيرة، هذه مسألة ضرورية. التعاون مع الدول الصديقة ومع كل دول العالم المتضررة من الإرهاب، هذه مسألة مهمة. وغير ذلك طبعا هناك إجراءات ضرورية لتحسين الأوضاع في كثير من البؤر التي ظهر فيها كثير الإرهاب، يعني أحياء شعبية، بعض الأرياف، بعض المناطق الحساسة في تونس، في تصور لتحسين إمكانياتها، دور الشباب، تحسين الوضع، تقليص من البطالة، هذا يساهم في مقاومة. التمييز الإيجابي بقي بندا معلقا إلى حد الآن. على كل حال في الميزانيات أخذ بعين الاعتبار على الأقل بعد الثورة، هذا لابد من الإقرار به، يعني يجب أن تعود الميزانيات التي سنت منذ سنة 2012، فستجد أن هناك بعض التمييز الإيجابي لبعض المناطق الداخلية. لسوء الحظ في بعض لم نأتي بنتائج إيجابية، لكن أردت أقول بالنسبة لموضوع الإرهاب، هناك الجوانب الأمنية وهناك أخرى غير أمنية لابد من لها الاهتمام. مع تذكير بالنسبة لموضوع السفر، قلة من التونسيين اليوم الذين انحرفوا واتبعوا هذه الأفكار المتطرفة يفكرون في السفر. لماذا؟ لأنهم يسمعون اليوم أن هذه التنظيمات هزمت في سوريا، في العراق، تضرب في ليبيا، في كل مكان. الأخير لم تعد هذه الفكرة الالتحاق بمجموعة يعتقدون أنها على حق أو يعتقدون أنها قوية، يعرفون أن الإرهاب قد اندحر، لذلك تقلص عدد الذين يهتمون بمثل هذه القضايا في تونس، وعاد الاعتدال هو الذي يسود اليوم في تونس، مع ضرورة التحذير من بعض المخاطر التي تخرج في أي وقت لا قدر الله في تونس كما في أي دولة في العالم. لو طلبنا من السيد محمد عبو وعدا انتخابيا يقطعه الآن على شاشة الميادين إلى التونسيين، إن وصل إلى الرئاسة يحققه سريعا، بماذا تعد التونسيين؟ أعد التونسيين بأن يجعل كل من يشتغلون معي، وهذا أول وعد وهذا أول هدف، يثقون فيه ثقة عمياء، وطبعا يلتزمون بالدستور ويثقون أني ملتزم بالدستور وبالقوانين. هذا أول وعد يجب تحقيقه، وبعد ذلك سيأتي كل شيء. عندما يكون حولك موظفين يؤمنون بك ويثقون فيك ويقدرون أنك في نهاية الأمر لن تشتغل إلا لمصلحة الدولة، فسترى منهم كثير من الأشياء المفيدة والمهمة لتونس. لذلك ذكرت في حتى وأنا أتحدث عن برنامج الانتخابي، لابد من اختيار أيضا الكفاءات، ولابد من تطمين الناس الذين يعملون في كل الوظائف في الدولة، وخاصة التي تتبع مؤسسات رئيس الجمهورية أو الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية. سيد محمد، في لحظات ماذا تقول للناخبين في كلمات؟ كونوا عقلانيين، ابحثوا في تواريخ كل المرشحين، مواقفهم السياسية، هل تقلبت هذه المواقف أم لا، هل التزموا بالقوانين، هل يصلحون إلى الدولة، إذا كانوا يصلحون إلى الدولة جزيلاً لك سيد وهم محمد. قد احترموا القانون سابقا فهذا عادي جدا. أما أن نختار أشخاص لا يحترمون لا دستور ولا القانون، طبعا هذا سيكون خطر. أتمنى على كل حال حسن الاختيار لكل التونسيين. شكرا مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في موعد قادمة إن شاء الله.